المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني ويشرفني جدا أن يكون معي في هذه الحلقة أستاذي الجليل، وفخر به جدا في هذه الحلقة، عبد الرحمن الشيبلي. مرحبا. والاسم غني عن التعريف. أرحب بصورة كبيرة جدا بشقيقي الأصغر الأستاذ الناقد محمود حسن فكاك. مرحب بك. مرحب بالمشاهدين الكرام وإلى محاور الحلقة الجديدة من دروب مغايرة. الحلقة مخصصة الآن للمهرجانات المسرحية في السودان. هل هي فكر أصيل للسودان أم صورة ملحة لتواكب لها طلب معين تمشي به لقدام، ولا عشان تسد لها فرقة أصلا كانت مفقودة؟ وبالذات الآن معنا عبد الرحمن الشبلي ممثل لمهرجان عبد الكريم مرغني، وأظن صار المهرجان الوحيد الباقي لنا من المهرجانات الكثيرة بتعسر الحركة المسرحية بتعطلها بتفاصيل زي دي. دارين لمحة عن المهرجان قبل ما نجي لمحمود، نسأله عن المهرجانات في السودان عموما، ضرورتها وأهميتها، هل بتقدم ولا بتقدم؟ نشوف مركز عبد الكريم مرغني، الفكرة والتأسيس والمهرجان نفسه وأساسياته. مرحب بك الشبلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور اليسع، قناة الشروق. في البداية الواحد بترحم على موتانا، إن شاء الله ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، و يعني برضو نتمنى لثورتنا الفتية الانتصار، ونتمنى برضو يعني للبلد التقدم والازدهار والسلام والأمان. وحقيقة يعني نحن كدولة عانينا كثير جدا جدا في مختلف النواحي، ونتعشم في عاد العهد الجديد في أنه تتغير كثير من الحاجات يعني، والبلد قطر يركب في قضيبه يمشي لقدام إن شاء الله. نحن الحقيقة في المسرح برضو من القطاعات اللي عانت كثير من الإهمال، عانت كثير من عدم التخطيط وكذا، تغبيش الرؤية، ما في استراتيجية، العهود المتعاقبة يعني أهملت الجانب الثقافي ده عموما. ومثلا المسرح والجانب الغنائي والبتاع، الناس تفتكروا طرف وترفيه لا أكثر ولا أقل، نظرة طبعا قاصرة جدا جدا. في المسرح يعني في فتوته كان مصدر من مصادر المعرفة ومصدر من مصادر توصيل المعلومة، وله يعني مساهمات كبيرة في تطور البلد وفي بناء الإنسان السوداني وكذا، ويعني خطة حاجات كثيرة جدا الناس ما بتجهلها. لكن للأسف الشديد يعني صرنا نتحسر على عهد ذهبي فات، بدل ما نمشي لقدام حاسين بأننا نحن ماشيين لورا. سؤالك دكتور يسع في المهرجانات وكذا، الحقيقة يعني زمان المهرجان كان عبارة عن جردة أو حصيلة لنشاط بيتم خلال العام، وفي المسرح بالتحديد يعني نهاية الموسم كان بيتعقد مهرجان احتفالي بيتقيم فيه الموسم كامل، يعني يكرم من يكرم فيه ويعلن الفائزين فيه في مختلف مجالات المسرح وكذا. يعني أقدر أقول من منتصف الثمانينات ونحن ماشيين لجاي بدأت الأمور تدهور كثير جدا جدا، لغاية ما وصلنا مرحلة بقت المهرجانات هي المنفذ الوحيد أو الرئة الوحيدة اللي ممكن يتنفس من خلال المسرحيين والمسرح عموما.
يعني أنا بفتكر المهرجانات كانت يعني طلب لحوجة، الناس كانت محتاجة في أنها هي تمارس مهنة، محتاجة في أنها تقدم فن، ما كان في طريقة غير أنه تتعمل مهرجانات. فالمهرجان يمكن كمان لسوء أقدر أقول لسوء التخطيط، في أنه بقى يعني ما مؤسسات المهرجانات، ما مؤسسة تأسيس سوء سليم، التخطيط من منو يا سوء تخطيط من القائمين على هذه المهرجانات. يعني في البداية كان في مهرجان الثقافة اللي ابتدرته وزارة الثقافة والإعلام من عهود قديمة، مهرجان الأول والثاني والثالث والرابع، أظن يخيل لي وقفنا في الرابع ده. هو لحد حسي ما ولا السادس ولا السابع ما عارف، لكن على الورق وعلى اللي هنا بيقول أي لكن دي المهرجانات اللي كانت يعني راعياها الدولة، وكانت منظمة تنظيم سليم، وفي مناحي مختلفة، يعني في المسرح بتلقاها، في الغناء بتلقاها، في الغناء الشعبي، في الغناء الحديث، في الجاز، في كده، مهرجان فني متكامل. لكن ما قدرت تستمر فيه، وكان يفترض أن يكون دوري سنوي أو على الأقل كل سنتين مرة، لكن بقى بفضل الجيب، في حاجة بيعمل المهرجان، ما في شيء. محاورك في المهرجانات انها جرد سنوي لمجموعه من الاعمال نعم، بيخليني اجل السؤال عن عبد الكريم مرغني شويه وارجع ل اسمح لي اقول ابننا محمود حسن فكاك بالنسبه لي انا والشيب لابننا، نعم صح؟ صحيح صحيح. نرجع لمحمود، هو متابع وناقد متابع للحركه المسرحيه وله بحوث ودراسات مشهوره كثيره جدا ومشارك في معظم الاوراق اللي كانت بتقدم في المهرجانات في التواصيل زي دي، بجانب انه ناشط في الحقل النقابي والاناء الدرامي الموجود في الان في السودان. المهرجانات دي بقت ما جرد، بقت هي عطيه مزين لمجموعه من الناس المنتظرين في الرصيف او القاعدين تحت شجره الزهاجه منتظرين لهم زول يقول لهم يناديهم. بعض المرات للاسف الشديد بشبههم بالناس اللي قاعدين جنب السفاره المصريه وسفاره الحتت دي منتظرين سباك يجي هون يرزق اليوم باليوم، تفاصيل زي دي مساله مؤسفه جدا في قطاع مفروض هو يبني الانسان، وللاسف الدفع بجانب بناء الانسان توقف من زمن طويل جدا. بنبني الشارع، بنبني لنا مستشفى خاصه، مدرسه خاصه، بنبني لنا عماره، غابات اسمنت، كذا الانسان ما اتبنى. المهرجانات دوره في النهضة المسرحية المعاصرة، هل هي قدمت ولا مفترض نشوف لنا مشروع آخر نساهم به يا محمود؟ طيب شكرا لك دكتور الجسع، أبونا دكتور الجسع، ديك أستاذنا أستاذنا الشبلي، الله يبارك فيك، سعيد أن أكون بيناتكم. المسألة حقيقة هي معقدة، يعني ما بسيطة، لكن السؤال الأول المركزي المفترض نظره، هل نحن عندنا مهرجانات؟ بالغض على الإجابة حتكون فيها أي، لكن حجمها ومدى انتشارها مدى فعاليتها دي كلها هزيلة نحن مفترض نزالها. على سبيل الحصر ممكن نقول إنه عندنا مهرجان واحد استمر لقرابة 19 سنة أو 20 سنة، مهرجان البقعة، مهرجان البقعة الدولي. عندنا مهرجان عبد الكريم مرغني استمر الآن دي دورته الرابعة يا أستاذ، مش كده؟ السادسة. السادسة في المهرجان، هو مكان مهرجان مجد النور التدريبي، عمل دورتين وبعد ذاك عمل اربع دورات دي السادة باسم عبد الكريم مرغني. ده بيخلينا نسال انه قدمت شنو زي ما انت قلت للوسط المسرحي وللحقل الدرامي كله. الملاحظه الاولى في كل المهرجانات دي مع استثناء بسيط لمهرجان عبد الكريم مرغني انها مهرجانات بلا هويه. ده عشان الشيب اللي قاعد ولا اصلا؟ لا ما حقول، انا حقول ليه، انا حقول ليه انه دي بلا هويه وده الاستثناء. بلا هوية لأنه 19 دورة مثلا من مهرجان البقعة بتشاهد فيها عروض للمسرح الصامت، بتشاهد فيها عروض للمسرح التجريبي، بتشاهد فيها عروض للمسرح التجاري بمفهوم المسرح التجاري، بتشاهد فيها عروض لهواة، لمحترفين، لرواد، كل الناس قاعدين في حتة واحدة بيقدموا أشكال بتاعت عروض مختلفة. ظلت نفس الحاجة بتتكرر طول 19 سنة.
طيب لما تجي تقيس ده بانه هو قدم شنو او مدى تطور المهرجان من عدم تطوره شنو، ما بتلقى في نتيجه في النقطه دي كويس. ما في مهرجان متخصص مثلا بتاع مسرح تجريبي او مسرح مونودراما او اي شكل من الاشكال اللي هي انت بتشتغل في نمط واحد وبكون هو مستمر وبيحصل تطوير في النمط ده ذاته باعتباره مش ما عدا تجربه بتاعت كان الكليه قدمت مهرجان المسرح المعاصر وده كان واحد من الحاجات اللي عندها نمط. يعني عبد الكريم مرغني لما بدا مهرجان مسرح تجريبي باسم مهرجان مجد النور للمسرح التجريبي، الهويه هنا واضحه تماما انه مهرجان شغال في حقل محدد. الحصل بعد ذاك لما انتقلوا لانه سحبوا من فكره التجريبي وبقى مهرجان مركز عبد الكريم مرغني، عملوا هويه بشكل ثاني اللي هي بدوا بالمسرحيات الكلاسيكيه بعد ذاك اشتغلوا عليها بروع جديده، وكان الشرط الاساسي انه تشتغل مسرحيه من كلاسيكيات المسرح السوداني. اتطوروا مرحله ثانيه بقت في مسابقه بتاع تاليف مسرحي لمسرح سوداني. الهويه هنا اتبنت على فكره الكتابه الجديده للمسرح، يعني المهرجان ما بيقبل مسرحيات قديمه، ما بيقبل اشكال، خط اشتراطات لنصوص مسرحيه من فصلين اللي هي نصوص طويله. هناك قلنا انه في عروض بتاعت مسرح صامت، في مونودراما، كلها بتتلاقى في شكل واحد. هنا مسرحيه من فصلين مكتوبه للمهرجان، ده جزء من تحقيق الهويه للمهرجان لقدام. بيبقى الاجابه على السؤال مرتبطه بانه ما يقدم المهرجان مربوط بهويته او بالحقل اللي بيستهدفه او القطاع اللي بيستهدفه. يعني ممكن يكون مهرجان للهواه، مهرجان مسرح للهواه، دي الهويه بتاعته اللي يشتغل عليها، وممكن يقدم للفئه اللي هو استقصدها دي في نقاشات فكريه، في الاوراق النقديه ليهم، في شكل العروض. بعد ذاك انت بتقدر كباحث تقيس تطور المساله واثر عليهم هم ذاتهم كهوه. القصه دي بعد ذاك بتسوقنا لاسئله كثير. يعني مثلا الاستاذ السحر اذا تكلم لنا عن المهرجان، ممكن بعد ذاك نتكلم عن مشاكل لاقتنا نحن مثلا بنناقش في عروض او في التحكيم في واحده من الدورات وكده. انت محمود زي اتفقت مع استاذنا الشبلي في انه سوء التخطيط في المهرجانات، والمساله المؤلمه جدا انه ضربت نموذج بعبد الكريم مرغني بالبقعه اللي استمرت 19 او 20 دوره، بعبد الكريم مرغني 6 دورات. الدوله طيلة السنوات طويله جدا غايب الا عبر محاولات متفرغه لايام الخرطوم المسرحيه اظن، وبدعم سخي من حكومه الشارقه قاموا دورتين لمهرجان المسرح الوطني اللي حد حسن عمت، ويظن السنه دي حيتاجل تقريبا للظروف الحاصله في العالم كله. غياب تام للدوله المنظمه، مش الحكومه، الدوله المنظمه انها تبني بني ادم، تبني مواطنها. نطلع فاصل مشاهدنا الكريمه، ونعاود في الحوار عن المهرجانات ومهرجان عبد الكريم مرغني، لانه يبدو انه هو المهرجان اللي بيخط لنا حجر في بركه ساكنه. نطلع فاصل صغير ونرجع لك، خليك قريب. غير خلل اخوي عداله، يكفي النيل ابونا والجيل السوداني. يا فندي انا بفتكر انه نحن قدمنا لوحه مزيفه على الوحده. وقول يا فندي، قول نجحنا في توصيل رسالتنا باننا مهيمنين. مهيمنين؟ مهيمنين يا افندي بدون ما ناثر في العناصر الاخرى؟ الوحده مش حاجه سهله، كفايه انه بنزع عليها، وكذلك هزيمه الطائفيه. هيمنه الجيل القديم من الخريجين على لجنه الخمسين الاولى اثر على المؤتمر، ومنع الافنديه من الظهور كطبقه موحده، وده المقصود عشان ما نحل محل الطائفيه. ها؟ يعني حكومه الانجليز نامت وسعيده، حجمت المؤتمر وخلته منظمة تعمل على الدستور اللي وافقت عليه. وهي ما نسى المؤتمر بقى له قوة. فعلا يا فندي، فعلا المؤتمر بقى له قوة، لكن في ناس يفتشوا لدعم الطائفية. حاجة تحير، بجد حاجة تحير. نعود الترحيب بكم مرة أخرى مع ضيفينا الكريمين، أستاذنا عبد الرحمن الشبلي والأستاذ الناقد محمود حسن فكاك، في الحوار عن المهرجانات وعن واقع المسرح السوداني وعن مهرجان عبد الكريم مرغني. محمود قبيل وضع سردي وقال
استثناكم استثناء صغير كده انه انتم قدرتوا تضعوا هويه او هويه للمهرجان. شنو خلاكم تتميزوا بالفكره دي ان عبد الرحمن مركز عبد الكريم رغني يتميز بانه يضع له خطه استراتيجيه تبني له لقدام؟ ويبدو انه حس هو المهرجان الوحيد بدورته الجايه دي انه اللي حيقدر القدر انه او اول مهرجان في فتره التحول اللي حصل بعد التغيير في الثوره المجيده اللي حصلت انه يكون في مهرجان، على الاقل نقول في مهرجان ماشي بغض النظر عن يكون جرد للمسرح السوداني ولا فقاعه، في المهم يكون في مهرجان. الحقيقه يعني الميزه جات يمكن يخيل لي من جديه مركز عبد الكريم مرغني في تناول حاجاته. المهرجان ده بدا او قبل ما يبدا كان المركز بيحتفل سنويا بذكرى مجد النور كشاب له مساهماته في الحقل المسرحي واختطف الموت باكرا الله يرحمه ويحسن اليه. فقدم زي 7 سنوات ذكرى لمجد النور. جاء التفكير اللي يمكن ميز عبد الكريم مرغني في انه يعني هو دائما بينشد تطوير افكاره وكذا، في انه يا اخواننا نحن الذكرى دي ما نطورها شويه وتبقى لمهرجان. الناس اساسا يعني متعاونين مع عبد الكريم مرغني في هذا المجال جات الفكره منهم ورحب بها المركز وتشاوروا في انه يكون كيف، فقرروا في انه يكون مسرح تجريبي مسرحيات قصيره فصل واحد في نفس الخط اللي كان شغال فيه مجد النور، لانه بيحمل اسمه فلازم يحمل برضه جزء بصمته في المسرح ف اتقدمت دوره اولى ودوره ثانيه في الساحه في الوقت داك في مهرجان البقعه في المسرح الحر وماشيات بنفس الريتم. الاختلاف يبقى زي ما قال ابننا محمود في انه مثلا البقعه عامل خلطه كده يعني ملودراما مع كلاسيك مع شباب مع رواد مع دي مشكله، لكن يمكن المسرح الحر كان برضو قريب للتجريبي وكده. فيا اخواننا نحن بدل ما 3 مهرجانات ماشيه في خط واحد تتشابه ما نفكر في انه نحن نطور الحاجه دي شويه لقدام. فجاءت الفكره في انه الناس ليه ما تتناول سيرة المسرح القديمة اللي رسخت في أذهان الناس بمسرحيات خالدة، نقوم نعيد تاني برؤية شبابية جديدة بعناصر شبابية جديدة في الأداء في الإخراج. فجاءت الفكرة قام حصل خلاف، الناس بتفتكر أنه ده خروج على نمط المهرجان. هاي في حين انه اداره المهرجان بتفتكر انه ده يمكن خطوه لقدام، نحن بدل ما نبقى كلنا شكل واحد نخلق شكل اخر يخلق نوع من النقاش والمثاقفه في تطوير هذا المجال. فتناولوا زي 6 مسرحيات من رصيد المسرح القومي، مسرحيات لها أسماء أخرجوها شباب مثلوا فيها شباب برضو، عملوا تجربة مختلفة تماما يمكن كانت يعني لقت شيء من المدح في أنه والله يعني حتى الشباب ديل يمكن ما شافوا العروض دي لكن يعني قدموها برؤيتهم. فيبقى مهرجان عبد الكريم مرغني ماشي في خط بتاع تقدم لقدام. طبعا استاذنا الشبلي في كل العالم بدءا من
الدولة العظمى أمريكا، مرورا بتركيا، مرورا بالمكسيك، مرورا بالهند. مصر جارتنا القريبة دي، إن الفنون مرتبطة بالاستراتيجية العليا حقت الدولة. صحيح. يعني ما علي كيفك مثلا. يعني عندك حرية مطلقة مثلا في هوليود، لكن صورة أمريكا التي لا تخر، صورة الإله الأمريكي موجودة. صحيح. هكذا في تركيا، هكذا في مصر، هكذا في بوليود، هكذا في كل الدول، حتى الدول المجاورة لنا البلد متأخر وانا كثير جدا، مثلا زي إريتريا وإثيوبيا مرتبطة بالتحولات العظمى في البلد. للأسف نحن ما عندنا ما القراية دي. ويبدو انه مهرجان عبد الكريم مرغني يتحاول يتلمس انه يستلف دور الدولة في وضع استراتيجية يمشي بها لقدام. وده الحس على الراجل انه كلنا، انه الفنون تقود بنا الانسان اللي حصل له دم، حصل له اهتزاز وتشظي يا جماعه المرحوم رجب في كثير جدا من اجراءاته في الدنيا دي. صحيح. وبنعاني منه الليله نحن. صحيح. وكلنا قاعدين نشتكي وكلنا قاعدين نلعن الظلام، لكن فعل حي نقدمه للاخرين ما عارف كيف. يعني فعل يخلي في صوره دي ما عندنا فيها. صحيح. كديها محمود نخش من المدخل ده، انه مقدره مهرجان عبد الكريم مرغني يبقى لنا قوة نفاذ، انه يكون عندنا استراتيجية للفنون عموما. ودي يبدو انه حيكون مثلا الحلقة الجاية في دروب مغايرة استراتيجية الفنون دي ومقدرتها على التغيير عبر قوة عبد الكريم مرغني. ونأمل انه مثلا يتم، يعني كلنا منتظرين انه الانسان السوداني يرجع منه الكثير لحد حسا، يعني ما يستاهل قاعد يحصل له. صحيح صحيح. بتفق معك بنسبة كبيرة جدا من الكلام اللي قلته ده. وحقيقة لفترة طويلة جدا الدولة ظلت هي ما عندها استراتيجية ثقافية ولا سياسة ثقافية. كويس. في واحدة من الدورات كنا بندرس في السياسات الثقافية، فكل ما ندرس نمط بنحاول نطبقه عليه على النظام السائد عندنا بنلقى ما بيشبه. كويس. المسألة دي بتنسحب على المهرجانات، يعني لازم يكون في سياسة ثقافية. الدولة لفترة طويلة جدا كان شغالة بنمط الراعي، والنمط الراعي ده هو انه الدولة ما عندها اي علاقة بما يتم انتاجه وما يتم في مضمونه كده، هي بس بترعى ودائما الرعاية تكون عطية مزين يعني للفعاليات. في كثير من الدول اللي انت ذكرتها دي هي شغالة بنمط المهندس، ونمط المهندس ده هي الدولة هي مصمم ومنفذ وشريك اصيل في الفعاليات وفي البرامج كده، باعتبار انه هي ذاتها عندها استراتيجية عليا شغالة بها في كل القطاعات. يعني قطاع الثقافه ما بينفصل عن قطاع الصحه ولا بينفصل عن قطاع التعليم وكذا. يا سلام. في اطار النمط الهندسي المرسوم ده. اذا حاولت تقيس الحياه دي على المهرجانات بتلقى انه ديل شغالين يعني لحد ما بنمط المهندس مركز عبد الكريم مرغني، على عكس المهرجانات الثانيه هي بتسعى لرعايه وبتدفع بس مقابل لانه زول يقدم عرض بالشكل الداير هو. فهم بدوا يهندسوا في شكل العرض اللي قدامهم ممكن يمشي كيف. يا أخي في مشكلة كبيرة جدا في كتابة النص المسرحي عندنا. وكثير من الشباب يفتكروا أن المسألة دي سهلة ويستسهلوها وبيقوا يكتبوا شكل النصوص، وأصلا بوابة ما عندها حراس المسرح. بالضبط كده تماما. بالضبط كده تماما. فما في نصوص وفي مشكلة في الكتابة، معناها نحن نبدأ ننطلق من هنا أنه يبدو ناس يكتبوا. وعملت ميزة كويسة جدا، يعني رحلت لنا كتاب من حقول تانية زي حقل الرواية والقصة القصيرة وكذا. فديل جو على المسرح وعملوا إضافات، والمسألة هي تاريخيا ما هو مفصلة، كثير من الأدب والكتاب كانوا جزء من الكتابة للمسرح. يعني فالمسألة دي أدت القصة بوش لقدام، بقت مسابقة النصوص كمسابقة منفصلة بتساهم بشكل كبير في أن المهرجان يقدم عروض كويسة، لأنه بتمر بلجنة أولية عندها شروط خدتها، شروط العادية دي، بعد ذاك للجنة مختصة بتراجع النصوص بتشوفه بتغيمه وبتقدمه. لما تجي للمهرجان بيكون المركز أو الإدارة بتاعت المهرجان عندها دور في الأرض المسرحي ده، متابعة البروفات، تغييمه كده، حتى اختيار المخرجين مرات. المسابقة بتدي إن المؤلف إذا كان هو مخرج ممكن يخرج عرضه، إذا ما مخرج هي اللجنة هي اللي بتختار المخرج للعرض بمواصفات برضو مخطوطة وموضوعة وكده. فالمسألة دي ساهمت في إنه شكل المهرجان يكون يعني لحد كبير متماسك وقادر يخط طوبة فوق طوبة فوق طوبة. الكلام اللي قاله محمود ده بيلقي عبء كبير جدا يا أستاذنا الشبلي عليكم في مركز عبد الكريم مرغني. كواحد من الناس المؤسسين للمهرجان بتديروا المهرجان أو بتمثل الشقة المسرحي في المركز. العبء الثقيل ده بيخليكم انه تطلعوا بالادوار
كان ممكن يستعد لكم زول اخر مثلا تخطيط حق وزاره الثقافه حق الدوله حق الاداره العامه للشان السياسي والثقافي والاقتصادي في البلد. الدوره الجايه دي خاطين في نص باعينكم التغيير المساحات حقت الحريه اللي وجدوها الناس، التضحيات الجسام اللي قدموها الناس، العبي ده خاطين في بالكم انه للمهرجان انه يتحمل اغداره التاريخيه دي لو صحت التسميه بالكلام اللي قاله محمود ده؟ والله يا اخي فعلا يعني المركز خاطي باله على الجانب ده، ويعني بيفتكر انه دي واحده من مسؤولياته. تخلت الدولة عن هذه المسؤولية، لكن الواجب الوطني بيفرض على المركز في أنه هو يتولى هذه المهمة. يعني مثلا في المسابقة تحت التأليف في الدورة الأولى والدورة الثانية لحد ما كنا بنعاني من المشاركين في المسابقة، وفكرنا في أن نقوم نضع شعار للمنافسة، يتنافس الكتاب في داخل هذا الشعار، لكن رأينا في أنه نحن بالصورة دي يمكن نحجم من قلم الكاتب في أنه نحن وجهناه للحتة دي. نحن دايرين حرية للكاتب في أنه يلقى نفسه في انطلاقه في الكتابة في الموضوع اللي هو دايره، لكن أردنا نحن في أنه يجينا نص متكامل، نص رصين يمر عبر لجان متخصصة تدينا الأوكي في أنه الله النص ده يستحق في أنه يقدم، لأنه فيه كده وفيه كده وفيه كده. فيبقى يعني رؤيتنا نحن لقدام برضو حسينا بأنه نحن في كثير من الكتاب المتمكنين، لكن يعني محجمين عن المساهمة. يا ربي ليه؟ هل بيفتكروا أنه الكتاب في المسابقة دي هم هو؟ هل يا ربي الجائزة ضعيفة ما مغرية كاتب كبير في أنه هو يتعب شهرين ثلاثة عشان يأخذ تلي ونص ويفوز بجائزة تكون ما قدر التعب ده؟ فنقدر نقول أنه اللجنة المنظمة للمهرجان رفعت قيمة الجائزة، ويمكن كثفت الإعلان والإعلام عن هذه المسابقة، ويمكن في رأيها في أنها هي تصل بعض الأسماء المشهورة والمعروفة بالتعريف تستكتبهم لهذه المسابقة. وبرضو يعني نحن ما خلاص في جو مختلف تماما عن الشيء القديم، فالوضع الجديد ده قد يغري الكتاب بأنه هم يتناولوا مواضيع كان مسكوت عنها كوابح تجاهها. ايوه ويمكن كمان برضو تكون حافز، او الحريه الموجوده دي حافز في انه هم يتناولوا مواضيع تهم بناء الانسان اللي اساسا حطم تماما، والمسرح واحد من الوسائل اللي ممكن تعيد بناء هذا الانسان، والمسرح ممكن يساهم في الحته دي مساهمه فعاله جدا. ونحن في اداره المهرجان بنركز على الحته دي، بناء الانسان مهم جدا جدا زي ما انت قلت قبل شويه، مع انه عبد الكريم مرغني هو مؤسس اهليه. نعم غد المال المسرح صناعه غاليه بحث التكاليف من الصناعات الغاليه جدا، انه المسرح وتبقى في مشكله كبيره جدا لانه يقدر يوفر زي ما قلت انه يغري كتاب كبار انه يقدم لجائزة الا تضحية الوطنية اللي جواه وجواه، ودي اللي بنراهن عليها كلنا انه يطلع المسرحيين بدورهم. بعد الفاصل نطلع فاصل ونواصل حوارنا بشان المسرح السوداني والانسان السوداني والمهرجانات السودانية مع ضيفين الكريمين عبر قناة الشروق الفضائية عبد الرحمن الشبلي ومحمود حسن فكاك. نطلع فاصل ونواصل.
المشاهد الكريم، المشاهد الكريم، عبر هذا الشيوخ نواصل حواراتنا في دروب مغايرة، نقدم تحايانا لكل المشاهدين في مختلف بقاع السودان ومدى بس الشروق الفضائي في العالم أجمع. نواصل مع عبر المهرجانات. محمود حسن فكاك، أنتوا شباب قد تعانوا أحيانا من مجايلة الرواد في المسرح السوداني والقطيعة بين الأجيال في المسرح السوداني. أستاذنا الشبلي قد يكون استثنى من الاستثناءات الفريدة جدا في أنه بتاريخه السر والطويل ربنا بارك لنا في عمره، لكن في كثيرين جدا من الناس إما يكتفوا بالفرجة، إما يكتفوا بالانعزال، إما يكتفوا بالشان الأكاديمي، مثلا كتاب كبار، نقاد كبار، مخرجين كبار، بقى المساهمة فيهم لإجراءات كثير جدا إنه بقت بيئة طاردة للمسرح. المهرجانات هي لها القادرة أو ممكن نفتش لنا وسيلة أخرى على عشان إنه المسرح ما في حل غيره إنه يبني لنا الإنسان السوداني المحطم ده أصلا، أول بدأ يتحطم في كثير جدا من غيامه ومن سلوكياته ومن تفاصيله زي دي. هل المسرح قادر مثلا؟ هو المهرجانات قادرة؟ والله سؤالك مهم شديد، ومفترض أي جهة مسؤولة عن مهرجان تزاله لأي مدى المهرجان ده عنده تأثير على الجمهور، وهل المهرجان ده مقصود به المسرحيين بس ولا هو مهرجان لصالح المجتمع السوداني؟ ده السؤال المفترض يتسأل. ذكرتني بكلامك ده، أنا قبل سقط مني مهرجان بشيش للمسرح التفاعلي، ده واحد من النماذج اللي اشتغلت على المسرح التفاعلي اللي هو المسرح المفتوح للجمهور، وبيتبنوا في كل دورة قضية ما بيناقشوها من خلال المهرجان ده. يعني قضايا زي ختان الناس الإيدز في المبيضة، هو أنجز زي حوالي 4 أو 5 دورات كده، وواحدة من التجارب اللي كان عندها تأثير مباشر على المجتمع وعلى المسألة الفنية المرتبطة به اللي بيقدموها أخواننا الزملاء المسرحيين. فدي ده نموذج لمسرح قادر يتغلغل في المجتمع ويقدم تجربة حية بينه وبين الجمهور، ويقيس الفيدباك مباشر، يعني يقيس أثر ما هو قدمه على الجمهور بشكل مباشر وبخلال التفاعل ده. يعني كلامك حيقودني لسؤال السؤال اللي أنا سألته ده، والملاحظات فيه إنه كثير من المهرجانات بتحاول تكون إنها هي للمسرحيين بس، يعني للمسرحيين أنفسهم، هم جمهورها وهم المشاركين فيها وهم صناع وكده. دي واحدة من السلبيات الكبيرة اللي عانت منها مهرجاناتنا لفترة كبيرة. عشان المسألة دي يتم معالجتها لازم تتم يعني بشكل يقرب الجمهور ده للمسرح. ما دار اضرب نموذج تاني بتجربة بكر المرغني، لكن ما يقدم فنيا بهوية محددة ومختصة ممكن يكون له أثر كبير جدا في انه الجمهور يجي. وبحيلنا طوال لمسألة نحن ما تكلمنا فيها مرتبطة بالجانب الإداري، يعني كل ملاحظاتنا دي كان حول الجانب الفني للمهرجانات. الجانب الإداري للمهرجانات عنده أدوار كبيرة جدا بيلعبها في الاتجاه ده، في علاقة الجمهور والمهرجانات، في الأدوار الممكن يلعبها المهرجان ويؤثر، عنده علاقة بالعلاقات العامة ذات بس المهرجانات دي مباشر في التلفزيونات، تتعرض في حتات خارج نطاق الضيق ده بتاع المسرح، أو أي شكل من أشكال العروض الثانية تترفع في اليوتيوب أو غيره. دي شكلي من أشكال الإدارة الممكن تساهم في إنه المهرجان ما ينتهي دوره في لحظة عرضه. واحدة من الحاجات مثلا الخطاب مهرجان عبد الكريم مرغني في واحدة من الدورات، لكن للأسف الشديد ما تنفذت، إنه العروض دي الفائزة اللي قدمت في المنافسة النهائية حيتم بعد ذاك عرضها في مسارح ثانية، والمركز حيشارك بإنتاجها وإنها تعرض في الولايات وكده. دي واحدة من المحفزات اللي كان في واحدة من الدورات مفترض تتعمل. يعني للأسف الشديد الحية دي ما تمت، أظن لمشاكل عندها علاقة بالتمويل وعندها علاقة بتفاصيل زي دي. لكن دي واحدة من الأفكار الناجحة جدا لو كان طبقت كان بيساهم في عودة الموسيقى والمسرح ذاته، إن إحنا بنفتش فيه ونسأل منه. فالمسألة هنا بتبقى في تكاملية دي، الإداري والفني عندها ارتباط بما ينتج المهرجان وما يقدمه للمجتمع، ودي أسئلة مفترض نسألها اللي يروحنا باستمرار، يعني كإدارة أو كمشتغلين في الحقل ده. بعدين في أيوة. حتة السؤال بتاعك في الحتة بتاعت المجايلة، يعني للأسف الشديد في يعني بنعاني في الحتة دي المسرح بالتحديد، أو في
في في في فرقة. أو تكون حاسس بغربة يا أستاذنا؟ أنا بالتحديد ما حاسس والحمد لله. يعني قدرت. قلب أخضر. قدرت أي والله قدرت يعني أتعامل مع الشباب ديل بأريحية تامة. وشاركت كثير يعني ودائما تلقاني يعني مطمئن جدا جدا لمخرج شاب يقوم يختارني في دور من الأدوار. يا سلام. وبيفتكر أنه يعني رغم العمر الطويل ده أنا لازلت محتاج لمعرفة ويمكن أتلقاها من ابني ده. ده درسي درسي ما عادي لنا كلنا والله درسي يعني. ما شوية اتذكر في واحدة من الدورات في كل المهرجانات لو لاحظتوا بنلقى الجيل بتاع الرواد والناس الكبار ديل بيتحاشوا المشاركة في المهرجانات. فقمنا في دورة من الدورات مركز عبد الكريم مرغني قررنا في أنه يا أخي ما نشجع الناس ديل في أنه الناس الكبار ديل يخشوا. ومناسبة الحاجة اللي يمكن خلت الناس الكبار ديل يحجموا العملية بتاعت الجوائز. خيل ليل المهرجانات دي لو بقت ما فيها جوائز كان ممكن تشجع الناس التانيين في أنه المنافسة بالتحديد لما تبقى فيها جوائز بتبقى صعبة على الناس الكبار دي اللي يقول لك يا أخي ولد صغير يجي يقول تجربة ما عنده فوز بجائزة وده تاريخه ده كله ما فاز به تاريخه ده كله ما فاز أيوة. ففي دورة من الدورات أظن الدورة بتاعت المسرحيات فصلين اتقدمت مسرحية أساسا عرضت لمرة ما أكثر من مرة والمهم قدم طلب في أنه هو تتعرض في المهرجان وتقدمت في المهرجان بنفس الشخوص بتاعنا ومن ضمن الشخوص بتاعنا كان في اثنين من الناس العجائز الرواد هاي ف للأسف والله لحسن الحظ واللي سوء والله ما عارف أوصفها كيف الجماعة الاثنين ديل الكبار ديل فازوا بجائزة فحزت في نفوس الشباب في أنه يا أخي الناس ديل ما أمجوركم ما بتأكل خريفين ما خلاص غدوا حقهم أيوة أيوة أنا واحد من الاثنين ديل والله دخلت علي الحاجة دي ومعاي يعني احييه من هذا الموقع اخونا الفنان محمد احمد الشاعر يا سلام مدني الله يديم شاركنا في شاركنا في جائزه واحده يعني داعبنا اثناء تقديم الجائزه استاذنا مكي سناده وقام قال وانتوا يا اخي مدخلكم مع اولادكم شنو قال من باب الدعابه يعني وقبلناها مقبوله منه لكن أثر جوا نفوس الشباب ديل بعد ما انتهى المهرجان أنا بالتحديد وصلني لكن ما أثر فيه كثير معليش يمكن تعديت على حق كان ممكن يكون ليكم لكن يا أخوان ما المسرح ده ما قطاع من المجتمع فيه الطفل فيه الشاب المرأة والعجوز انت بدل عندك زول عجوز بدل ما تجيب لك شاب وتقوم تعمل بالمكياج جيب العجوز ده بعدي لك الدور ده وعلى الأقل خبرات تتلاقح مع بعض الدورة الجاية أستاذنا خدت كل المعطيات دي في بالكم خدتنا في بالنا وبالتحديد يعني استكتابنا لكتاب كبار عشم في أنه يجون برضو مؤدين كبار خاصة في اتهام كبير جدا نرجع بقول يا محمود أنه النص المسرحي نص غير مثقف لو قارناه بالشعر بالرواية بالقصة القصيرة في السودان أنه دي قطعوا شوط طويل جدا بالذات الرواية والقصة والشعر النص المسرحي السوداني ما زال فقير يعني ما زال مرتبط ببيئته ارتباط وسيط ولا ارتبط بالتيار الإنساني ارتباط كبير لاستسهال الكتابة فيه للبوابة قلنا قبل من غير حراس للمعاليات كثيرة جدا هذا المهرجان قادر انه قلت انه قبل انه المهرجان تفرد بانه بيعمل مسابقة للنصوص في البداية بعد ذاك يجي للمسابقة للعرض المسرحي عدم ثقافة النص لو وافقت عليها انه هل هي بتتعالج بالطريقة اللي قالها أستاذنا الشبلي دي والله القروية عامة ممكن نتفق انه في مشكل في النص المسرحي السوداني لكن ثقافته دي دائما الكتاب بيفتكروا ان هم ثقافتهم مفترض تكون منهجيه
يعني يفتكروا ان هم يعني دا يكتبوا بمناهج محدده، والحاجه دي بتلقاها ملاحظه عند الشباب بشكل واضح. يعني عندنا كثير من التجارب بقت تكتب بنمط السيناريو، لانه غالبيه عروضهم مبنيه على اشكال صوره وعلى على انماط بتاع التمثيل بالتيارات الحداثيه دي يعني. فديل قاعد تعاني منهم حتى لجان النصوص دي اللي تحاول تطور انه النص المسرحي يكون نص ادبي ونص ادائي يعني يحقق الحاجتين دي. ف النصوص اللي قاعد تتم كتابتها بشكل مستعجل وسريع وكده دي بتلاحظ مجانيتها بشكل مباشر يعني، وحتى اذا قدمت شكل عروض بتظل مجانيتها دي مستمره في العرض ذاته حتى لو كان المخرج شاطر يعني. دي ملاحظه ظلت مستمره على طول المهرجانات اللي قاعد تقدم دي، بل وحتى على اشكال عروض قاعد تتعرض كمسرح جماهيري يعني. بتلاحظ انه النص مش ما مثقف بس، قد يقع في اخطاء عندها علاقه بمشاكل بتاع التفكير، يعني عدم قياس الدلاله العكسيه يعني. ممكن عرض مسرح يقدم لك دلالات سالبه جدا من غير ما يقصد يعني. فدي مسائل ملاحظه في الكتابه اللي بتتكتب من اجل الكتابه بس يعني، اللي هو ممكن تكون غياب الثقافه للكاتب ده، مش الثقافه المسرحيه لكن الثقافه العامه والادراك وعلاقته بالعلوم السياسيه والعلوم الاجتماعيه والعلوم المجاوره دي يعني، اللي هي جزء من نمط الحياه اللي انت بتكتب بيه المسرح ده باعتباره هو يكتب للجميع يعني. فدي بتخلينا نحن يعني نسأل، هل نحن محتاجين لنص مثقف ولا لنص يعني واعي بمضمون ما يقدمه؟ يعني وعيه ده بيقدر يحقق له نتيجه في ده هو داري يقدم شنو؟ يعني سؤال القصديه اللي اصلا مستمر من تاريخ المسرح ده يعني، من بداياته سؤال القصديه ده سؤال موجود يعني وظل مستمر حتى في اشكال العروض اللي ما قاعد تخضع لمنهجيه ولا لمدارس، في قصديه مستمره بشكل واضح يعني، سواء كان في الكتابه او في بعد ذاك في التقنيه الاخراجيه. المسألة دي ما بتتحلى ما لم الناس تعرف مقدراتها الحقيقية وتأمين بها. يعني انت ككاتب او كمخرج تكون عارف انه يا اخي حدودك كده، وانه انت محتاج تطور في واحد من الجوانب يعني، ما تبقى المسألة مكابرة انه انا خلاص مخرج كبير او مؤلف كبير. المسألة دي خاضعة للتقييم المستمر وخاضعة للتجربة، وبالتالي بتلغى عليك مسؤولية ان انت طالما انت بقيت معروف ومستمر ترى تراجع روحك وتطور نفسك يعني. بالضبط. فدي دي دي بتخليك انت مواكب، بتخليك انت قادر كل مره تطور نصك وتمشي لقدام. الكلام اللي قاله استاذ الشيبلي عن انه هم حيستكتبوا كتاب معروفين عندهم تجارب، هي دي 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 فكره سمحه، لكن برضو بعد ذاك بتخليك تسال انه هل انت حتخضعهم للجنه التحكيم زي ما قاعد تعمل مع الناس الثانيين، ولا حتدخلهم مباشره؟ دي بتقودك بعد ذاك لاسئله انه يعني الحساسيات اللي قاعد تتم دي، فدي جزء من التفكير الاستراتيجي مفترض تتخطى. غياب يا محمود، غياب المهرجانات وغياب الدولة، نقولها كده بدون غياب الدولة، غياب المهرجانات أو الهلامية كانت موجودة فيها والضبابية كانت مكتنفاها، ده بيورط مركز عبد الكريم مرغني في أعباز كبيرة زي ما قلت في ذات الحلقة، إنه ما عنده علاقة بها، لكن قدروا إنه خلوه إنه هو يستمر إنه يتحملها. زي انه الكلام الورطه اللي قلتها انه يستكتب نازل، هل يخضعون لو ما فاز؟ طيب دي مشكله كيف؟ المساله الثانيه انت كبير فيها معرض كلامه، قلت مهرجان بشيش مثلا في 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 الرويض، المركزيه القابضه حقت اللي بقت عندنا في الصحافه، في الطب، في الصحه، في التعليم، في انه الخرطوم هي المهيمنه والاطراف موت الاطراف اللي خلى الخرطوم تتضخم تتريف من يعني مسائل معقده جدا في تركيبتنا. ما تعمل لنا مشروع وطني منذ الاستغاثه زي ما قال السيد رئيس الوزراء، انه ما عندنا مشروع وطني اصلا، نحن يا دوب بدينا نفكر في كيفيه انه نصنع لنا مشروع وطني ننهض به للسودان ده. عبد الكريم مرغني بقى كل الحياه دي بقت الاكوام من المحاذير دي بقت قدامه، من الاحلام، من الاشواق حقت الناس بقت قدامه، بقت الاعباء حقته حوله ضخمه جدا، ودورته الجايه دي حيكون معرض لضوء كثيف جدا تجاهه، انه عمل كده ليه وما عمل كده ليه. نقول لي الشبلي طمنا شويه وربنا يقدركم، طمنا عنه المهرجان ده يقدر يحلحل جزء من الاحلام والاشواق حقت الحركه المسرحيه دي.
ما قدر يحلها السياسة ولا الرجل الرسمي ولا رأس المال مثلا. صحيح. هو تعرف المركز يمكن أو إدارة المهرجان واعية بالحتة دي، لكن بتبدأ المشكلة الأساسية في الجانب المادي. يعني أنت إذا استكتبت أو إذا داير تمشي المخرجين الولاية. ذاتهم تستضيف فرق من الولايات أو فرق من الولايات أو المخرجين ذاتهم عشان الواحد يغني العرض بتاعه، العملية تحت الدفع ذاتها بالإضافة لعدم الرعاة الكتار. يعني المهرجان ده ما بترعاه إلا MTN يعني، ومساهمة بسيطة جدا من وزارة الثقافة ولاية الخرطوم، لكن الثاني ما فيه حاجة. وبعض الخيرين اساسا بيدعموا، واظن ولايه الخرطوم بعد رحيل عماد الدين ابراهيم المزرعه بتبقى فيها مشكله، فيها قولان، لانه كمان يعني انت وجود زول فاهم الشغلانيه داخل الجهه بترعى دي مهم جدا، بيكون عارف الشغلانيه اكثر من زول اساسا بعيد منها وكده. لكن يعني نحن بنتعشم في اداره المهرجان في انه الناس تتفهم الحته دي، لأنه نحن والله الحمل تقيل، فمحتاجين للناس تشيل معانا الشيلة دي. يعني استكتابنا مثلا للكتاب المرموقين ديلا بنفتكر يعني ما في كاتب مثلا فاز نصه حيجي يقول والله القروش اللي اديتوني هذه شوية، ما برضه هو بنتعشم في أنه هو يساهم معانا في ده الدور الوطني، وده الدور الوطني اللي احنا تكلمنا عنه. ويعني متأكدين بأنه في ناس بيحملوا الروح دي وممكن يعملوا في الجانب ده، ولأنه المشتغلين في الوسط المسرحي كلهم عارفين المعاناة اللي بيعانيها الوسط ده، ومحتاجة لدعم، والدعم ما بيجي من برا، بيجي من داخل الكتلة بتاعتنا دي، كتاب ممثلين مخرجين نقاد، نحن اللي بنبني الحاجة دي ونحن اللي بنشيل الشيلة الكبيرة دي. فالناس لو اتفهمت الجانب ده ممكن مهرجان عبد الكريم مرغني ياخدوا خطوات لقدام احسن. وشخصية المهرجان السنة اللي فاتت كان لها دور كبير جدا في انه نعم تلغي الضوء على المهرجان. نتكلم عن الحاجة دي شوية في حق استاذنا عشان صديق. يعني برضو دي واحدة من الأفكار اللي يمكن قبل تناقشنا في أنه في عزوف من جمهورنا، والجمهور ده كان موجود أساسا في الساحة دي. يعني الناس كانت بتجي بتقطع مسافات طويلة جدا جدا ماشية بكرعية عشان تجي تدخل المسرح القومي، وعندها رموز أساسا بتجيبها. فيبقى واحد من الحاجات دي الشخص اللي احنا بنختاره كشخص لشخصية مهرجان مثلا. مثلا اختيارنا لأستاذنا هاشم صديق كان دعم كبير جدا جدا للدورة الفاتت دي، وكثير جدا جدا من الجمهور، الجمهور ذاته كان في الدورة الفاتت دي جمهور مختلف تماما. وبفتكر انه وجود أستاذنا هاشم صديق في المهرجان ده كان له يد طولة في طبعا عنده أبعاد كثيرة جدا أستاذنا هاشم صديق، ربنا يديه الصحة والعافية، نرسل له التحية من هنا. هو يفتح ذراعه لكثير جدا من الناس انه هو موجود ومتابع وقادر على العطاء، لكن الرمزية حقت هاشم صديق دوره في المسرح السوداني. صحيح. عنده شقين أساسيات نربط بهن المشاهد الكريم، انه توثيق الحياة المسرحية الجانبو في كلية الموسيقى الدرامية معهد عائل الموسيقى والمسرح. صحيح. في توثيق الحياة المسرحية وتسجيله لكثير جدا، بقت مراجع أساسية لرموز ناس كثيرين جدا ارتكد في درهاتها الأصيل على الأشرطة السجلة أستاذنا هاشم صديق. صحيح. صحيح. المسألة الثانية، الجمهور اللي كان بادي من منطقة الريفيرا صف لحد المسرح القومي عشان يحضر نبتة حبيبتي. نعم. واستاذنا يتلموا فيها الهرمين استاذنا هاشم صديق واستاذنا مكي سنادة. صح. ربنا يدونا الصحة والعافية ويرجعوا لنا سالمين عشان يصوروا لنا الحياة ثانية مع شبابنا، مع شبابنا ديل. لحد اظن بدت الحيطه تتهدم حقت في نبتة حبيبتي، انه كونه عبد الكريم مرغني يستعين به كشخصية المهيرة السنة اللي فاتت، يتخيل لي دي يعني لمحة فارقة في انه
يستحضروا التاريخ المضي ده في لهاشم صديق في في المسرح السوداني. ونحن في خواتيم دروب مغايرة نخلي ابننا محمود فكاك وهو ناشط ومتابع للحراك الثقافي والفني والإبداع عموما في السودان في المقدرة على أن نعبر الكوابح كثيرة، الإحباطات مستأسدة، المسائل معقدة جدا، الوضع مشوش في وضع أنه الإنسان يأكل، لكن المسرح قادر أنه يبني الإنسان ده. أختم لنا بأنه أنا شخصيا على المستوى الشخصي متفائل جدا والله، يعني في تفاؤل كبير جدا بأنه الأمور حتمشي على ما نشتهي وعلى ما ينبغي. والله نتمنى أنه يعني روح التفاؤل الموجودة عندك والناس كثيرين دي تظل متغدى، لأن ده جزء من الدافع لأنه الحياة تستمر. الوضع العام في البلد بينبئ بأنه يعني الفنون والمسرح وغيره هي محتاجة إلى استقرار ما يعني في الأوضاع وكده، عشان شكل المساهمة وتأثيره يكون أكبر. وتفاؤلنا مستمر بأنه لسه في ناس داخل الوسط المسرحي والدرامي ده هم مؤمنين بقضية المسرح وبدوره في المجتمع في التغيير وكده. ده عندهم أثر كبير جدا في أنه المسرح ده يظل زي ما بيقولوا زملائنا كشافات منورة ومفتوح ويستقبل جمهور ويقدم ما عليه من رسالة. ده أقوله أنا في نهاية القصة دي ونلخص بيه كلامنا يا دكتور، المهرجانات محتاجة لتضحيات كبيرة جدا من الدراميين نفسهم أولا، ومحتاجة لأن الدولة تعرف قيمة المهرجانات دي ودورها وأثرها في المجتمع وفي تطوير القطاع الدرامي ذاته المسرحي ده. ومحتاجين أنه نفعل ذكاءنا الإداري وذكاءنا وخبراتنا في المجال المسرحي وغيره في انه نقدم مهرجانات تليق بعظمه الحركه الدراميه المسرحيه اللي عمرها ما قصير يعني وما قدمته من مواسم مسرحيه وغيره. دي بتخلينا نقول لمركز عبد الكريم مرغني ولغيره من الجهات اللي قاعد تعمل فعاليات او مهرجانات انها تكون حريصه في انها تسمع لكل الناس اللي ممكن يفيدوا التجربه دي ويقدموها ويطوروها. والحاجة دي بنلاحظها في عبد الكريم مرغني انه المهرجان ادارته مفتوحة وفي ناس كتار جدا ما عندهم علاقة بالمركز قاعد يلعبوا ادوار ادارية وفنية وكده. ممتاز. دي جزء من التفكير المفتوح بتاع المهرجان وساهم في نجاحه. في تجارب تانية برضه مهرجان بشيش ممكن تنطبق عليه المسألة دي، يعني شكل الادارة والنمط الاداري فيه وحتى المشاركات الفنية فيها جزء من المساهمة العاملين نفسهم. فدي نتائج نحن ممكن نصل بها لتلخيص لكلامنا اللي قلناه ده، لكن ده ما بيعفي الدولة من انها تلعب ادوار تجاه الحركة المسرحية تجاه المهرجانات. ونأمل في ظل الحكومة الجديدة انه الثقافة تلعب دورها المنوط بها في التغيير على مستوى المجتمع، وده لازم تساهم فيه الدولة بشكل واضح أقلها بصياغة القوانين اللي بتحفظ كرامة الفنانين تديهم المساحة الكبيرة من الحرية إنه يتحركوا. بعد ذاك الدعم المادي بأشكاله المختلفة والدعم اللوجستي، ده غير الأدوار اللي ممكن تلعبها الدولة في تأهيل البنيات التحتية للمسارح ولأماكن العرض وكده. ده جزء مهم جدا من تأثير المهرجانات وكده، إذا توفرت البنيات التحتية وأماكن العرض ممكن تقلل جدا من الخسائر اللي ممكن تخسرها إدارة المهرجانات في غامتها يعني، وبتساهم في وصول ما أنتج ده للجمهور بأشكال مختلفة وفي مناطق مختلفة يعني. ويا ريت لو برضو حاجة أخيرة كده، يعني ما زالت المسارح في الخرطوم دي برضو تخلي ده موضوع ده لحلقة براو نعدك بحلقة دي مشكلة كبيرة جدا. أنا من الناس المكتوين جدا وكنت شاهد على مسألة كثير جدا في مأساة المسارح في ولاية خرطوم، مأساة حقيقية وفاجعة أساسية. نعد مشاهدي دروب مغايرة أنه نفرد لها زي ما قال ابننا محمود فخر حلقة. أشيب لي رسالتك لجمهور ومساهمي
ومنتجي والمشاركين في مهرجان عبد الكريم مرغن في دورته القادمة؟ والله رسالتي، وأول حاجة إن شاء الله ربنا يزيح عننا هذه الجائحة إن شاء الله، يعني حدت كثير من نشاط الناس، لكن نأمل في أنه نحن في إدارة المهرجان نستطيع أن نقدم مجموعة من المسرحيات تبقى جاذبة لهذا الجمهور، والناس اللي أساساً متعاونين مع إدارة مهرجان مركز عبد الكريم مرغني يمدوا يدهم لنا، والمسؤولية كبيرة والله أكبر مننا، ومحتاجين فعلا لتضافر جهود كثيرة عشان نقدر نقدم مهرجان مختلف ومهرجان يستطيع أن يعمر قدام الناس إن شاء الله. مشاهدي الشروق الفضائية، أكرر امتناني وشكري واعتزازي بضيوف الكرام عبد الرحمن الشبلي الفنان المعروف والمبدع المسرحي الذي لا يشق له غبار، ابننا الأستاذ محمود حسن فكاك بمساهمتنا السرة في هذه الحلقة. أنا وإنت والآخرين نعاهد نفسنا في أنه نبني طوبة في هذه البلد ونخلف صورة مرئية بدل أن نلعن الظلام. تحياتي وتقديري وامتناني وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا.